كمان الشارع العام عنده رأي في العضوية لنادي الهلال. خلونا نتابع مع بعض مع ولاء إبراهيم عبر هذا الصباح، يعني شنو استنطقته من الشارع، ونرجع من جديد. مشاهدينا الكرام في كل مكان، صباح الخير عليكم وينما كنت بتتابعونا عبر قناة الهلال الفضائية. صباح جميل عليك يا معزة وعلى كل الزملاء المتواجدين داخل استوديو الموج الأزرق. متواصل موضوعنا في الشارع العام، عضوية نادي الهلال. تخيل انه نادي سوداني، كمية من السودانيين هلالاب، كمية كبيرة من السودانيين هلالاب، لكن حاليا في 4000 عضو بس في النادي. ممكن نقول العضوية قليلة، 4000 بالنسبة للسودانيين الكتار الهلالاب، 4000 قليلة. ناس كتار بيتكاسلوا وناس كتار ما بيقدروا يوصلوا النادي عشان يكونوا أعضاء في النادي أو ياخذوا العضوية. ناس في الولايات مفروض هلالاب هم مفروض يكونوا برضو أعضاء في النادي، لكن بيكسلوا لأنهم هم في الولايات ما قادرين يوصلوا، لكن فيهم الناس اللي بيوصلوا بياخدوا عضوية النادي. نحن في الشارع العام هنعرف الناس بتتكاسل ليه. معانا أول مشجع هلالابي، صباح الخير عليك. صباح النور، إن شاء الله طيبين، وحي الهلالاب على اتساع الوطن، رقعة الوطن الكبير. وعلى حسب سؤالك، معك إدريس آدم عبد المؤمن عثمان من ولاية شمال كردفان والأبيض. على حسب العضوية، الكسر من العضوية في إشكاليات لابد تحل. أول حاجة الإشكالية التنظيم في النادي ذاته للعضوية، وبعدين حتى الفريق بقى ما شنو يعني، ما في من دون الطموح بتاعت المشجع السوداني الدار الهلالي يكون في قمة. كان فيه لجنة تطبيع وحتى الآن يعني ما عدت أكلها. نفس الفشل المرة به الرؤساء الفات الكاردينال بالتخبطات الحاصلة في النادي دي اللي خلت العضوية الأعضاء ذاتهم يكونوا يعني ما قادرين يوصلوا، وحتى ما عندهم طموح حتى يجوا النادي ياخذوا العضوية. دي إشكاليات يعني. نحن بنناشد يعني العضوية بتاعت الهلال هي مكسب للنادي ومكسب للعضو ذاته، كأنك أنت نادي كبير ينافس إفريقيا ومحليا، أنت لابد شنو تحصل العضوية عشان فريق يمشي لقدام، ومكسب مادي له هو عشان يقدر بين الأندية العربية والإفريقية يقدر ينافس بحجم أكبر، ومنافسة تكون نفس الطموح يعني إن شاء الله. طيب انت قلت هسه أسباب كثيرة، يعني واحد منها قلت إنه الأداء يعني متراجع أو حاجة ما مشجع إنك تكون عضو، دي ممكن برضو تكون عدم العضوية، إنه الأعضاء قليلين في النادي. نسبة 4000 ممكن تكون نسبة برضو قليلة على نادي بحجم الهلال، فمش ممكن برضو تكون سبب في تراجع الأداء؟ والله ممكن تكون سبب في تراجع الأداء، لأنه في فترة كورونا ذاتها كانت فيها إشكالية، يعني حتى اللاعب بدور يعني بيسوا فيه الحماس من داخل الملعب، وبقد ما في يعني الحكاية دي بقد ما في برضو عملت إشكالية للناس. يعني هسي احنا من هنا الناشد يعني العضوية وكل جماهير الهلال بما فيهم داخل الوطن وخارج الوطن وكل الولايات، إن الناس بقدر ما امكنتها الظروف تشيل العضوية، لانه النادي يمشي لقدام بتكون له مكسب دخلي مادي يعني تدفعه لقدام للامام ان شاء الله. شكرا لك. الله يكرمك، شكرا لجماهير الهلال كلهم، واحيي الهلال، وان شاء الله يكون لنا هلال 2022 بمنافسة قوية ويمثلنا افريقيا خير التمثيل ان شاء الله. الله يكرمك. ان شاء الله زي ما قال يكون هلال يمثلنا خير تمثيل. نحن في الشارع العام هنتواصل معاكم عضوية نادي الهلال. مع كل مشاهدينا وكل متابعينا من الشارع العام وعضوية نادي الهلال، 4000 عضو بس. بنتمنى انه في القادم العدد يزيد، وبنتمنى انه المشجع يكون هو مستفيد والنادي هو مستفيد. لسه متواصلين من الشارع العام وعضوية نادي الهلال، صباح الخير عليك. اهلا، صباحك نور. سليمان خريف، هلالا بالميلاد زي ما يقول. فالموضوع انت قلتي على العضوية بتاعت الهلال، والله عضوة الهلال ده حاجة مهمة. الهلال ده مؤسسة من زمن الطيب، فمسألة انه يكون عنده عضوية والعضوية تشارك حاجة مهمة جدا. لكن الشيء المؤسف انه في الفترة بتاعت الكاردينال الناس يعني زي أهملت حتة العضوية دي. نتمنى من اللجنة الحالية انها تهتم بالعضوية.
إن شاء الله. طيب وصيتك للمشجعين الهلالاب شنو؟ الصبر، ما أكثر من كده، إنه الناس تصبر على التيم ده لأنه في تيم، وتصبر على المدرب، ونتمنى إنه الهلال اللي قدام يمشي، يعني ما بالضرورة السنة دي، لكن ممكن يعني الهلال يخلق فريق قوي يمشي لي قدام. ده كله ما ممكن أوصي به. شكرا لك كثير. الله يسلمك، شكرا لك وشكرا لكل الهلال، شكرا لغناة الهلال. دي كانت محطتنا من الشارع العام، شكرا لكل اللي كانوا معي في المحطة. خلونا مع بعض نرجع لمعزة داخل استوديو الموج الأزرق.